للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الدكتورة نورة محمد الشملان، أستاذ القانون الجنائي المساعد ومدير مجلة الحقوق بمجلة جامعة البحرين. أهلا بك في نشرة أثناء. أهلا أستاذة. طبعا اليوم دخلنا الساعة الثامنة، مرحلة الصمت الانتخابي، نتحدث بلغة القانون، ما هو هذا الصمت الانتخابي وما أهميته؟ طبعا الصمت الانتخابي هو من أهم دعامات الديمقراطية، لأن لكي تجري العملية الديمقراطية بسلام لابد من الحفاظ على نزاهتها والحياد. وبالتالي الصمت الانتخابي كبقية المشرعين المشرع البحريني أخذ بها بأن تتوقف جميع أنواع الدعاية أيا كانت، سواء كان نوع من الترويج، سواء كان نوع من اللي هو كسب ود الناخبين للتصويت إلى أحد المترشحين. فبالتالي تقف بجميع أنواعها، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الاسمس أو حتى من خلال الحديث إلى الأشخاص أو حتى التواجد في المقار الانتخابية. وهني طبعا أحب أنوه بالنسبة حق لوحات الإعلانية والدعاية الموجودة في نمشي في الشارع ونشوفها، إذا تم وضعها قبل مدة سريان مدة الصمت الانتخابي فهي تعتبر صحيحة، ولكن إذا تم وضعها بعد ذلك فهي تعتبر خرقا وانتهاكا للصمت الانتخابي. نعم، إذا لو هناك يعني ما هي الإجراءات القانونية في حال وجود أو يعني تحدث أحيانا في فترة الصمت الانتخابي بعض الإجراءات أو بعض المخالفات التي يمكن أن يعني تخل بهذه الفترة وبهذه المرحلة من بعض المترشحين أو من ينوب عنهم، ما هي الإجراءات القانونية حيال ذلك؟ في هذه الحالة إذا أي شخص رأى أن هنالك أحد المترشحين أو ممثلينه أو غيره يقوم بهذه الدعاية، ففي هذه الحالة لابد من تبليغ مركز الشرطة مع الأدلة. نعم. وفي الصباح بالإمكان التوجه إلى اللجنة الإشرافية العليا التي تقوم بالإشراف على سلامة العملية الانتخابية مع هذه الأدلة. نعم، إذن دكتورة نورة محمد الشملان، أستاذ القانون الجنائي المساعد ومدير مجلة الحقوق بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. العفو.